بسم الله الرحمن الرحيم داوي الخصوص لواذا برنامج سويالك التاريخ ذا ومرتدى قوها سلطان محمود أحمد حسن الله يقانو محمود وذات كلام من هذا الرئيسي أول خلاص أنا سيد هذا قصوها الجنتي قريبته هروح إنك جاه ليني سي أرميك كل فين الطلابة أو كبير أول خلاص أنا يدي باتدي صومرته بل قد قال كي برعاء كن سقاب بقول استي استي تركي وحكم ذا عيدا ما دي صوغة شيء تراكيش هو جامين استي تاسو إنه هو رمي دونا صبيب كلفة إن صوغة المقالة برعاء يسيد عيدا ما دو وصوغة لين مشاهد كسرو والله أي كيس كن سقاب بقول استي استي تركي وحاتم ميداما كصوغة شيء المقالة برعاء وقبضتين بل صبيه يدك كلفة إن ميداما كصوغة شان وبيا قصود دغازين بالكان لو بلو سي وانا اكثر مره من حسنت هي قلت وها مركه هره اينو برنامج شنو بتلا قالي ان اينو سدان وبوبنو تاريخ دم دلك اي ددكو اي ليهين وحوي ان لابول اسك دافا اون ما هي وحن دون اي لغا فايديست وايو تاريخ دا دل خاله دت خاله ما دام دت خي دل كإلي يهين وحين وقت جوسينا نا تي في يقف هامبا ماها وحين كفانا نو وحين وقفانا نو دت كخاله ماها وحين وقفانا نو كوي أن هلجن كي كشرين دت كخمدها وحويه دايرتين أن أجين انتي كدن بيسير دلاتي ان وحلا صومري بكور هينين امك اي حمر يهر جيس اسوغمي تاي اسكبا هاي حمر اسكتي ان اي بل اوغادان وحي دعي او اينو اوغيسينو يوحي ان ادحمري كونفورتا صوماليا لو جيستي تتكودي iyo dalkoodaba iyo daawayaashood aan inta hadaan ka baxo su'aasha aad i weydiisay waxa weeye aan waqtiga 1988 ee burcaan soo gali doono ka hor waxa jiray kayso aan in iyadoo halgankii aan ku jiro oo SNM ay dibadda joogto oo ay deegaanta hayde rasifiriyo oo Itoobiya ka tirsan Itoobiyana ay caawin jirtay in ay heshiiyaan taliskii markaa uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre iyo Mangista Haile Mariam labaduba iyagu eegay maslaxadooda inay heshiis galaan heshiiskaas oo ahaa SNM dagaalada iga soo qaadaysa halka iga jooji anna waxaan ka joojinaya mucaaradka aan soo toobaray aan hubeyo marka heshiis baasada lagu galay heshiiskaas markii uu dhacay Itoobiya wixii ay ballan qaaday oo ahaa in ciidamada SNM hubka ka dhigto oo dhamaantood ay ku ururiso awaare oo ay ugu dambeysay deedna in SNM loo soo dhiibo cadawgii ay dagaalamayeen marka hubka laga dhigo taasi markii ay dhacday waxa weeye iyadoo waqtiga SNM khaasatan xagga saraakiisha iyo siyaasiinta uu tafaraaq dhex yaalay way ku midowday markii ay taasi dhacday nin walba ninkii kale wixii uu hayay wuu ilaabay waayo دي نفط واحد تمد حول المريض كو واحد نقطه با ان دي عدو دتكي لوق انجليو وقتغا وها عيدنكا اس ان ام وكله هوسيو حكومايي احمد مريم محمد نوح يا الهين حريستي جناها كس ورابيه حسن يونس هبني لبدو داسي سيغه هوسيي لبدو نغو احين گوتدي تگنيكدا وحين نغو امرين تاليسكا يغو اها ربسو
إن أنا كسوق رؤى رب سنة حبشين على تعلو مركا إن أنا إنت أنا حبشيد الدجنين أنا كأن تجني كده إن مركا ساعدة وحى أمر أه أنا قادر نون لسي إن توب ينعدو ينوتهاي فقش نعدو ينوتهاي لا بد به دوير نجي نجي ما دو إن لا تتعلمه إن صدا يدو أه أي سراكيشي بري يقلبت يو تشيرمان كي أسلم محمد أحمد محمود سيران يو أها أو سجا تشيرمان كمركا لوسو دي بشتال أو بويت أسلم أي الهيد ولا بس قالان وكقب سني شدال كي أنا دبو جور هين لسوسي أي صباحي وحا ليسقو ذي مدلمان لو بجدود لو بجدود مركل ليسقو يمت سراكيشي إلا كوي بري إلا كوي قلبت يا سياسيين تيبا أنا جوا حكم يدها كنت ديك سعتي مشاهدين أك قب كش كقريب كشيء شركة لو بجدود إن وحا ليسكو راعي إن لا يسمى دامي ودن كيني كودي هيسا لغا بلابة دقال خاصة عاصمة دها برعوها رجيسا يعداد لا إلا بربرا إن حلقة شركة أخرى عاي أحمد مري حلكي وكوري تيي وحا وكوري تيي جامع العلمي إلهي نحرستي جناك ورابي السقنا إن أحمد وحيد مركا أنا وحنك حيسنا يا عيدنك برعق لأي عيدنك هرقيسك لأي أنا وحيد وأنا كحيسنا يا إبراهيم دقويني عيدن غاس كوات وحلقاك لأي قد بلاد إيريا وغاس كوات جدقوين وحا ووددا حلائي وحا كحيسنا يا مهد علي فارح إن إذن قيبتن دحي قلائي عداد لي وقرشوها عداد لي مدار مرهي قبصانيا وطلق عداني لا بربرا إن وحاو كحيسن أي لبا قوتو كلوتي محمد علي نحرس دي جناه الله كورابي إيا حسين داري إلهي اللي بدو من حرس دي جناه كورابي إن مركا أي صدا هيد أنا قوحان كان بيدن قضي تقني كذا يدي ولا كلا قيبيي قيب قلبيضة إيا قيب بريا أيا لقديقة برعاء إيا قيب هرقيسة كوران قيب تيدي ناقة برعاء إيا هرقيسي وحا آنو اسكو رسنو اسكو تقني ميش الله يلاحظو سمت رحمد سمت رحمد هالقاسال اسكو هبيي والا اسكو كيني أفر قوتا ناقوة قوتا تقنيكا إيا سدح قوتو وعيدا ما دي خاترسان قوتا دي توكل يو قوتا دي ألا آمن يو قوتا دي صدحات وبرغي دمالا بحدي كوات وبرغي بالدي خاترسان صدح دا قوتا فنتريق اها توكل وحلوما قعابي وينو مسؤول كيهي أحمد معلن هارون حريص لجنا الله كورابيه إن قلت هذا الأمنة الله نحريص ذي الحمد لله قلت هذا صدحات وحا أمك عونا الله نحريص ذي إبراهيم هلقن إن صدا سيك الأحيد قلت هذا إن تقني كذا وحا أمك عابي عبد الله محمد فغير اللي قلنا ناس نانيس تري عبد الله دخر أنا وحنا ها كحجين كيسة قلت هذا تجن كذا مركا وحنو سووا تجن هذا مال سووا سووا رجيه ما شاء الله لا سمت رحمت سمت رحمت مركي اللي سووا سووا رجيه شذال كيرا اللي يدبه لوجو سو جورو
iyo wixii kale la helay ayaa baabuurta loo qaybiyay maanaan haysan gaari gawaarida la kruusalada fultaanka fultaankiga mooyaane wax kale oo ay haysteen ma jiraan rasaasna ninka u badani saddexda qasnimada booshka ugu jira ayuunbuu haystay marka aan ka soo qaaday fentariga ballanka iyagu wuxuu ahaa rasaasta iyo shidaalka iyo waxa la cunaayo raashinka iyo wixiiba waxay yaalaan dalkeena gudihiisa waa kaa cadowgu hayo kaasun baana inoo ballanaa inaynu ka furanno markii aan babaxanay oo la iswacyigeliyey waajibkiina waa la kala qaatay markay ahayd 26-kii May 1988-kii hore waa loogu sheekeeyey anna kuwii ka sheekeeyey waxbay khaldeen ma lihi mujaahidiinta ahaayee mujaahid wal oo halgankii qayb ka mida ama intii uu ogaa ama intii uu xasuustay ka hadlay aad baan ugu mahadnaqayaa sababtoo ah waa taariikh taariikhdana inta la nool yahay nin waliba intuu hayo inuu ummadda iyo dadka reer Soomaaliland uu gaadhsiiyo ayaa inagu waajiba xadhowto dee garanti ma haysano oo inaynu noolaan doono iyo in kale uruma hayno marka bal intaynu noolahay iyadoo weliba lala daahay oo in dhaweydun la bilaabay haddana wixii laga xasuusan karo nin waliba in uu soo gudbiyo oo kuwaynu dhalay iyo kuway dhaleen oo aan waxba ogeyn ay taariikhu noqoto ay xafidaan oo ay haystaan oo ay qortaan taa ururinteedana waajibka koowaad waa mid dhammaanteen aynu dayacnay oo xukuumaddu dayacday oo mujaahidiintii waxay sii dayacday 30 sannadood waxa weeye wax badan oo aan markii hore xasuusnaa ayaanan maanta xasuusnayn oo wax yaroo farax ku tirisa hun aan ka xasuusanahay intiina waata maanta isoo kiin hor fadhiisisay inaan idin soo gaadhsiiyo laakiin insha allah waxaan rajaynayaa inta iga dhiman iyo in kaloo aanan hayninba in mujaahidiin kaloo oo nool maanta oo waddanka joogta inay kusoo daraan oo iyaguna ay soo gudbiyaan dadkana waxaa looga baahan yahay inay xafitaan oo ay urursadaan oo waxaan dalka iyo dadkaa leh ay taariikh noqoto samad raxmed ayaan isku urursanay dabadeedna halkaasaan waajibaadkii ku kala qaadanay 26-kii bisha May in burco waajibkaygu yahay oo aan gelano gaari walbana intaa ku jirta ay u shidaal tahay nin waliba intaa qorigiisa iyo booshkiisa ku jirtana ay u rasaas tahay halkii baanu ku ducaysanay markaan waajibka qaadanay waxaa noo yimid oo halkii nooga sii duceeyey nin sheekh ahaa oo wadaad ahaa oo tusbax weyn oo 200 ku jeenay qaaraa ninkii anigu duba maan arag ninkaasoo la odhan jiray Yuusuf Tubad Qare ninkaasi nin cajiibaho ayuu ahaa markuu noo duceeyey wuxuu yidhi halkaa dhexda waxa cadowgeenni ayaa inoo gelaaya wax badan maaha gawaadhida looga degi maayo gawaadhida dushooda un rasaasta sidaa ugaga rida
دبدنا وينو دافي مركينو دافنو اينو دون هي برعود شيدا وحنا غهر ايمان دونا نين فقشة وبساسين تواوين فقشة ومرافقة نينكا مركا يان لدلين نينو نحبطا كدو فنينا ليجي سلوك يوين اغادادن تبادادنا كتاب لنا كتاب كتان قارا ايو كسو ساري ويغر ويغركا وحل ويغركاس ايون بالغو دفن دونا ويغركانا وحاكو دفن دونا اللاو نحرستا بريد بريد بانو ديبايا انغو نبات قبا ايو نصداكو قلي دونا برعو ان شاء الله وانين ودقب سن دونا برعو انتاسو نكالكي ايو دعادي ايو كغا قدب دي نكاو ديغا يوسف توبت قاره ان قاسم مترح مده مركه تاغنين ومركه نسمه رحمه تاغنين وحكلون حسيها قبي قولا كفولا او هلكي كتيري ادم تربي فيلكي ايو كدحتري عيدا قبي قاسي وديرا لكن ما وضحيو waayo waxaan ugu soo darayaa odayga iyo gabayga oo aad uga qeyreysiyay mujaahidiintii markaa fayshanayd in waxa weeye dhowr qof oo duubay in dagaalka lagu galay Burco waa laga ilaabay marka arrimaha mucjisada ana waa heeda arrimaha mucjisada ah qale in وهل كان خير لها إن لقى إلا بما هي نوايو يوح ويوح إن قايبة أي سيش هاي ده إلى هاي بنا إن يقان نسد وإلى هاي وسو إلهامي إن قبل آدم تربي هدان كسور نقضو وحنك حسوس نهاي هل كان كوا من الله مجاهد بانا هقايا ساقانا هقاشي احمد مرانا هقاشي ان قبيقا سؤاد وقيريسي مجاهدين تي وديرا تبادادنا فايلكي مركانو كادرير هاي باور تبالا كوري والا وضفولي كوي واوينا ايضا كيفين تريقو فولي ايكوي يريرا اتقن كداها وحانو صلاة دي مخرب كتكني ميلا يرادو كورتا بريري ألقا كورتا بريري أين كتكني دينا توسبانو دقاغني حتى كانو كتلوني سيبلي أكتيد أين كتلوني سيدي وشيغي نكي شيخاها ألقا دحتا أين لو غلي ميلا يرادو إن في الأيام المقعدة هيد حيد دعاته سيدي وشيغي لابا بيبي يوحي كاسي هاني حوغي عيدنا وانو كرهدني لوغم الدقين قواردة ولا صور داف انتواسي مركز دعضي توصبا نسيقا سعون عدوغي حدود اي حدود دبدا يدبدا كنا ودقنا بلديك إيو ترقسي إيو تالبور ورابعي قرولوغد وحاسو لدقنا ويسوش وضا الشاقان وطارك ويس وضا قارسي حدنا نصر إلهي بابحيو وحوي نصر إلهي ونقسي iyagii ruuxtan oo nagu soo baxay habeenkii intaan guureynaynay may jirin intaa yar mooyaan adigu waag markuu bariyay meel burcad u sheedaa oo gudor khaleeyda markaan u marano ninkii uu sheegay in sheekh
ayaa nagu hor yimid oo gaari yar wata isaga iyo darawalkii waday gaariga ayuu bay ahaayeen marka nin basaa soo faqashta la shaqeeya ayuu ahaa dee rag badan oo naga mid way garanayeen aniga sawajigiisa markaas ay igu horreysay gabadhidii u horreysay isla taagtayna ka mid baan ahaa gaarigii yaraa watay baaban taangigiisa intan binad qorisa ugu dhuftay ayaaban galaan afgo-an in shidaala kaga shubtay aniga iyo gaari kale oo in isna qorisaara oo allah u naxariistee maxamed goodle uu waday wayna soo gaadheen taliskii oo la socdo bidhiidh inaguo taagan oo la taagan ninkii sidii uu sheegay ayaa garabka lagaga dhuftay wegarkii halkii ayaanu deedna ka dhaqaaqnay socda socda waajibkiina qabsada aniga laba gaadhi laankuruusala oo nin la odhan jiray qorane ooyeye uu lahaa oo gabadhidii jaadka ah ayaa noogu horeeya allah u naxariistee waxaa xagga hore ugu jira mujaahid cilmi faqash ana gaadhiga tekhnikada seeka ogaahay ku xigay ayaan wadaa labadayada gaadhi aada baan uga go-nay ba kolonyadiio waanu ka horeyn waxaanu soo gaadhnay halkii faraska boodka istabtii ahayd istabtaasoo aan istab yaroo caadiya moodi jiray aan moodanay oo in ciidan badani degan yihiin oo qoryo ateri graafi ay yaalaan qorshaha nooguma jirin soo ciidan badan baaba la dejiyo duub casahoo macaasuugyo dhulka yaala ayaa u yaala anagu labadeedii gaadhi saanu si eryaranay ayaanu kontroolka isla gala kii kontroolka joogay ayaan u yeedhna warya soo orod warya xunyo xun ku dhala gabadhidii kulayadii waan aada baan uga go-annahay oo deedna uu nagu soo caray isagoo qorigiisa lalaadsanaya deedna gaadhigii anigu aan watay seeka uga ahaa nin mujaahida oo dhabarkaygan cagaa ka jeediyey oo saaraa oo magaciisa la yidhaahdo farxaan raabi dhowaan burcu joogaa nolol baan ku ogahay ayaa ninkaa ninkii waxyar noo soo jira ayaa qoriguun ammaanka furay oo rasaas ku furay deedna xadhig yaraa ku xidhnaa istabta ayaanu labadii gaadhi ku qaadno waanu dhaafna xadhigun baa ku xidhnaa xadhigna wuu iska go-ay labadayadii gaadhi gudihii burco ayaanu galo halka October ayaanu ka gala waxa gaadiidkii dambe ayay ku tooseen askartii istabta joogtay duub casta ahayd maca suugii anteer graafka ahaa dhulka yaalay iyo wixi walba way ku rideen markaa ciidankii fentariga ahaana intu gabadhadaba kasoo degay buu uu weerar ku soo qaaday oo meesha agtooda kaga degay iyagoo dee ku ridaaya annagu magaaladii baanu gallo xaafadihii October baanu dhex marnaa labadayadii gaadhi oo salaada hore waxaa caan ah guryaha hortooda in dumarku xaadhaan markaa dadka wax yar baa toosay dumarkaasa ugu foojigoo toosay oo guryaha hortooda xaadhaya markaasaanu dhahnaa isna baanu allahu akbar wixii ragaanu aragnaana way yaacaan ee kalahaya dumarkana way noo mashcaradaan dadna anagoo October dhex marana ayaanu maqalay rasaastii weli ka dhacasa kontroolkii deedna allahu naxariista cilmi faqashuna hor socday baanu la hadalo waxaanu ku nidhi
ciidankii waa lala dagaalamaya meesha ciidan ba ku jiray in celiya dadna waan noqonay markaan noqonay ciidankii si jeeday ciidankayga de ku riday rasaasta ayaan seekawgi laba salbo dhabarka labadii salbo waxay aan ku riday ayaa markii baan nimankii karar ku riday dadna ciidankayga markii buu qabsaday meeshii waan is sugno waan soo horgalay dadna annaga iyo ciidankii saddexaad ee allah u naxristay ibraahim alliqin watay waajibka iyagu dooxa inaanu ka talowno airbootka iyo meesha kilaa la yidhaha halkaasa waajibka iyagu ahaa annagu halkii baanu u talownay halkii baanu ku dagaalanay aada bay sagakaayo yara caabiyeen dee rasaas badan baa ilay kontroolkii ka dhacday oo ciidankii kalena ciidamadii kalena qaar kuwii gool cad ku qoraa goon cad bay qabteen kuwii briishka toos uga baxayay oo kuwan halkii daraawiishta iyo halkii qeybta ku socday iyagu oo uu ku jiro gaari beebeeyahii halkaasay iyaguna mareen waa kuwan cadceed iyo kabtan faalso iyo ay ka hor imanayaane halkaa briishka ay kaga hor imanayaan haddaba mucjisaadka jiray waxay ahayd nimankii qeybtaba haystay qeybta biliiska iyo gaaska saddexaadba oo cadceed ahaa iyo kabta faalso rasaastii ka dhacasi kontrolka iyagoo taarka iyaga xalaynahayay waxay u haysteen waa jaadkii bay lahaayeen malaa jaadkii baa meesha iyo kuwii jaadka ahaa ayaa laysku yaryeelay iyo dabargeynta jaadka la odhan jiray mar dhaba qalbigooda kumay ahayn iyo niyadooda ciidankii xalay xadka kasoo gudbay ee ciidamadooda ay seleen inay toos ugu soo wajahan yihiin burco marka ilaahay nasriga kaa siinayana waa sidaas oo kale qaar ka midoo dee ciidamadaasoo markii dambe aanu qabanay waxay noo sheegeen in la yidhi waxay gelayaan buuraha buur dhaab iyo xagga ah ayay gelayaan oo nimanka waa tii siyaad barriyo magista heshiiyeeno buurahaasay isku biimaynayaane dhulkan ma soo geli karaan maalintaa dhammaan waanu wada qabsanay burco dadkii cidhiidhiga iyo culaysku saaraa waxa weeye la layn jiray ee bandooda lagu soo ridi jiray la xidhxidhi jiray ee lacagta lagu furan jiray ee shacabka ahaa ee degaanka ahaa oo wada cadhaysan ayaa qof waliba halkiisa ka cararay si uu u dagaalamo waana sii qoriya waana sii qoriya wixii aanu dhul qabsanay wixii qoriya yaalay waanu u qaybino waanu siina inta iyadii soo gashay isna mahayd waxaaba naga batay shacabkii qoriga qaatay magaaladii oo dhanna dee waa la haysta marka waxaa dhaawacmay halkaa stationka hortiisa saldhiga burco ku dhaawacmay qeybta booliiska axmed mire axmed nuux waxaana ku dhintay gaarigaa u saaraa la socday yaasiin buryar allah unaxariste mujaahid qaali ahaa dabeedna waxaanan ilaabahayn oo aan mucjisaadka aanu la kulanay markiiba gaari laan loo waro mikrofoonna saaraayana burco yaalay oo kii dadka seexin jiraya ayaa markiiba meesha uu ku diyaariyey ninkii la odhan jiray waxa nin la yidhaa ilaahay raalli ha ka ahaado waan xusayaa waana salaamayaa halka waan ka salaamayaa diiriye bando oo gaarigaa watay markiiba wuu nagu soo biiray markiibana wuxuu saaray cajalado
أتلذي هلقنكا يهيسيه وكوي محمد موغي ولا ويرر كان قالو وحيا بدني ويقوي ولو يلال بدني ويسوائي قال كودو